مليش دوني مش داونا الكوميساريا في المعرف حيدوا لنا الصباطي وكتفوا لنا بهم الله. لا مزيان ما نقدرش نعيط عليكم مباشرة. الحسن الثاني ارسل الاخ ديالي القدافي بعثوا للمهدي بكا قال له انه الملك راغب ترجع بلاد. الا قلت له راني غندي لو موند الملك غادي يقول لي هذا حمق. بداية يعني لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لقناتكم، وأخص بالذكر ذلك البرنامج المتميز اللي هو حكايات. حقيقة أنني استأنست باللقاءات التي أجراها هذا البرنامج مع شخصيات مغربية وازنة سواء في عالم السياسة أو في عالم الثقافة وفي عالم الفكر بصفة عامة، وتبين لي أن ذلك البرنامج له خط إعلامي مفتوح، فلسفة إعلامية حقيقة يجب الوقوف عندها لأنها تستجيب ومتطلبات المرحلة الراهنة. لاحظت بأنه من تلك الشخصيات منها ما ينتمي إلى تيار ليبرالي، شخصيات أخرى لها تيارات معتدلة، وأخرى ذات توجه إسلامي، بل أكثر من ذلك من تلك الشخصيات ما هو من هو مسلم ومن هو يهودي. في الحقيقة هذا التنوع له دلالة خاصة، دلالة تاريخية تعكس مدى المزاج العام عند المغرب بصفة عامة والسياسة الخارجية المغربية، وعند المزاج العام عند المغاربة بصفة عامة. نحن كشعب مغربي نحن منفتحين على جميع التيارات وعلى جميع الاتجاهات بحكم الموقع الجغرافي للمغرب، وبحكم هناك رصيد تاريخي من التعايش ومن التواصل مع مختلف كل الأجناس ومع مختلف كل أبناء الديانات. في الحقيقة أنا لا يسعني إلا أن يعني أحيي هذا الخط الإعلامي لأننا في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الظروف، سيما وأنه مهما تباينت المواقف بيننا، مهما تباينت القناعات فيما بيننا، مهما كانت الخلافات الفكرية ومهما كانت التطاحنات في بعض الأحيان، لكن ما ينبغي أن يجمعنا هو المصلحة العامة للبلاد. هذه لا مجال لكي نزايد فيما بيننا، ولا مجال للابتزاز فيها، ولا مجال للتشكيك فيما بيننا، لأن هذه من الثوابت. هذا هو تاريخ المغرب اللي هو قائم على التسامح، القائم على الحوار، القائم على التواصل مع المغرب. أحببت أن أوضح هذه المسألة وأن أؤكد عليها، لأنه في الحقيقة نالت إعجابي بشكل كبير، كون أنه كقنوات من هذا النوع في الحقيقة لا بد منها في السيما في متطلبات المرحلة وفي متطلبات المستقبل. هذا قبل أن أرد على هذا السؤال. لكن بالنسبة للسؤال الذي طرحتموه علي، من خلال هذه المقدمة يستفاد بأنه فعلا نحن كيف قام المغرب في يوم ما في شهر مارس من 1995 أن فتح مكتب اتصال للمغرب، لأنه هذا التنوع، هذا الرصيد التاريخي للمملكة المغربية فيما يخص التواصل مع مختلف كل أبناء الدين، ونحن بلد للتعايش، لابد أن يكون للمغرب حضور في إسرائيل، لأنه المغرب، وهذه نقطة أساسية، المغرب هو البلد العربي المتميز والمتفرد في كونه أنه لا مصلحة في ذلك الصراع العربي الإسرائيلي، لا مصلحة له أطلق، على خلاف بعض الأقطار التي حاولت أن تقوم بواسطات، ولكن ذاك البروفيل اللي كان عند المغرب ما كانش موجود عند شي دولة عربية أخرى. هذا كيف ما قلت لك، لأنه اليهود تواجدوا منذ قرون في المغرب، وظلت دائما تلك المحبة
وتلك الأخوة بين اليهود المغاربة وما بين المسلمين المغاربة مثل يحتذى به لا يمكن أن تجده في بلد آخر. فحينما تقرر قرر المغفور له جلالة الحسن الثاني أن يقيم علاقات رسمية، أقول علاقات رسمية لأن العلاقات كانت موجودة من قبل، حينما كان قرر أن يفتح مكتب اتصال هناك فهو لحاجة ليست للمغرب ولكن لحاجة ماسة لما يسمى بقضية السلام في المنطقة. المغرب ليس طرفا في الصراع، المغرب ليست له أرض محتلة، المغرب ليست لديها عداوة مع أي بلد حتى مع إسرائيل، إسرائيل ليست بعدوة. ولذلك كان هناك أيضا تاريخ من الوساطات التي كان قام بها المغفور الحسن الثاني ما قبل فتح هذا، فكانت هناك الدبلوماسية المغربية قائمة على مبدأ أساسي وهو السرية، دبلوماسية السرية، لأن الحسن الثاني كان يؤمن بها أشد الإيمان، لأنها كلما كانت سرية كلما كان هناك عطاء كلما كانت هناك نتائج إيجابية. ولذلك في مرحلة معينة نحن كنا، أقصد بذلك المغرب كان هو ذلك المهندس لمعاهدة كامب ديفيد، لأن اللقاءات التي كانت تتم آنذاك، وأنا تحدثت عن الدبلوماسية السرية، اللقاءات التي كانت تتم على أرض المغرب ما بين المستشار السياسي لأنور السادات السيد حسن التهامي وما بين الجنرال موشي ديان. لم يكن المغرب يعني يهمه أن يتباهى إعلاميا بأنه يقوم بهذه الأدوار بقدر ما كانت تهمه النتائج، وهذا شيء أساسي في العمل الدبلوماسي وخاصة حينما يتعلق الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي. فعلا لما تحقق هذا الإنجاز والفضل في ذلك يعود إلى الحسن الثاني، جاءت مرحلة أخرى له، وهو أنه في 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 أواسط الثمانينات وبالضبط 1986 لما عرف بأنه المغرب كان هو وراء ذلك الإنجاز ديال 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 معاهدة كامب ديفيد، فضل الحسن الثاني أن يخرج إلى العلن وأن يخرج مرفوع الرأس لكي يكسر ذلك الحاجز النفسي الموجود ما بين ما يسمى بإسرائيل وما بين ما يسمى الأطراف العربية الأخرى. كسر هذا الحاجز، فعلا كسر هذا الحاجز النفسي، واستقبل شمعون بيريس سنة 1986 في منتجع إفران أمام الأضواء الإعلامية. كثير من القيادات العربية كانت تنتظر هذه الخرجة للحسن الثاني، فعلا تحققت وحاول يعني بحال كان ان سيرتان سولاجمون بالنسبة لديك القيادات، الحمد لله هذا رفع لنا واحد الحمل، هذا القائد هذا الشيء. فعلا في سنة 1986 حصل ما حصل، ولكن بعد 4 سنوات أو 5 سنوات كان أيضا المغرب يعمل بشكل جدي في 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 فيما يخص إلى أن تحقق ذلك الحدث التاريخي ألا وهو مؤتمر مدريد سنة 1991 الذي اجتمعت فيه، أنا تحدثت عن الحاجز النفسي، وحينما جاء الوفد العربي المشترك يضم كل من مصر والأردن والفلسطينيين وسوريا ولبنان، وما أدراك سوريا أيام حافظ الأسد، جيء به إلى مؤتمر، والفضل في ذلك كان يرجع إلى الحنكة السياسي والدهاء الدبلوماسي للحسن الثاني. نحن حينما ذهبنا إلى تل أبيب كطاقم، أنا ممكن أتحدث شخصيا، أنا لم تكن عندي أي عقدة إطلاقا على أنني سأشتغل في دولة إسرائيل، كانت هناك عندي قناعات مسبقة. كيف تكونت هذه القناعات؟ لأنه في محطة من المحطات اشتغلت في دولة الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية، وكنت آنذاك، وكان يعني الإضافة التي أضيفت إلى العمل الدبلوماسي الذي أنا مارسته في الأردن وهو أننا كنا قريبين من دولة إسرائيل وكنا نلتقط الفضائيات الإسرائيلية، كنا نتابع الشأن الإسرائيلي داخليا وعلى مستوى السياسة الخارجية وكل المناسبات التي كان يقيمها اليهود المغاربة في هذا كانت تنقل. فلا تتصوروا، وأنا لأنه أنا التحقت
بالأردن سنة 1985، ولقاء شمعون باريز مع جلالة الملك كانت 1986. فلا تتصور، كنت أتابع في القنوات الإسرائيلية مدى هذا الابتهاج عند اليهود المغاربة، وكأن شيئا فعلا تحقق لهم وأعاد لهم الاعتبار بأن هناك البلد الأصلي يقام له ويقعد. هذا هو. هم دائما اليهود المغاربة يعتزون بأصولهم، يعتزون بهذا، وعلى هذا الأساس تولدت لدي قناعات وتراكمت لدي تجارب بعد اشتغالي في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وهي كمديرية في الوزارة. كانت هناك تعامل، كان لدي هناك تعامل مع قضايا إقليمية ومع قضايا دولية، وكان بالضبط كنا على مستوى هذه المديرية. أنا أتحدث أعطيك خلفي عن 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 المديريات التي اشتغلت فيها لكي أصل إلى أين هو المعيار ولماذا تم اختياري. في تلك المديرية كنا سنويا نعد خطابا كان يلقيه وما زال وزير الخارجية أمام الدورة السنوية للجمعية الأمم المتحدة. ذلك الخطاب كان جامع مانع لكل المواقف التي كان يتخذها المغرب على مدار تلك السنة، كنا نعكسها، وفي نفس الوقت كنا نتعامل مع تلك القضايا الدولية بما يخدم المصلحة الوطنية. لذلك في عهد المرحوم السي عبد اللطيف الفيلالي، كان آنذاك هو وزير الخارجية، طلب أو جيء، قالوا له هناك 5 مرشحين يمكن لهم اختيار أحدهم لينضم إلى طاقم الدبلوماسي المغربي في تل أبيب. فأصر سيد الوزير سي عبد اللطيف الفيلالي، وما أدراك سي عبد اللطيف الفيلالي، فقال أنا لا أريد الأشخاص، أريد الملفات لكي يكون الاختيار بناء على ملفات ولا ليس بناء على أشخاص. صدقيني حينما أقول لك كان اسمي الحسن الجيد هو ذلك الاسم المغمور في تلك القائمة من المرشحين الآخرين، ما قدرتش لأنه كانت أسماء غليظة. أما واحد أنسرتان الحسن الجيد ما اسم نكرة. والسي عبد اللطيف الفيلالي الله يرحمه قال هو هذا الشخص الذي أريده أن يكون في تل أبيب، اعتمادا على التجارب التي اكتسبتها في الأردن وعلى التقارير التي كنا نرسلها وعلى ردود الفعل على المؤتمر مدريد ونحن في عمان، وكنا نتابع القنوات الإسرائيلية وردود الفعل عن ذلك، ثم أيضا اعتمادا على الملفات التي كانت تتعلق بالعالم العربي، بالمشرق العربي وبالخليج العربي وبالمغرب العربي أيضا. كل هذا جاء نتيجته تراكمات من المعرفة وتراكمات من الخبرات ودراية بالملفات. على هذا الأساس هو لم يكن يعنيه أنه شخص اشتغل في 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 أوروبا أو اشتغل في أمريكا اللاتينية، كان يهمه موظف وإطار اشتغل في 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 المنطقة. وعلى هذا الأساس وقع هذا الاختيار بالضبط.